مساء الخير. النهارده هنتكلم بقى في موضوع منتشر بقاله فترة، ان في ناس غاوية تحلف على الفاضي والمليان، متطوعة كده حاجات يعني ملهاش لازمة، لكن تليه يحلف عليها ويحلف كمان ايه يعرض الحلفان. يعني حتى اتنين اصحاب قاعدين مع بعض على القهوة بيلعبوا كوتشينة، يعني حاجة عبيطة يعني بتسلوا، فواحد يقوم ايه الواد يقش الكوتشينة والتاني يقول له عيب حاسب، والله العظيم الواد الاسباتس ده نزل قبل كده وانت حرامي. طب بتحلف؟ وبعدين يزود اقول له عليا الطلاق الواد ده قشيت بيه قبل كده. يعني بيحلف بالطلاق على واد في كوتشينا، طلق الواد كده، هو الواد بتاع الكوتشينا الاسباتي طلقه كويس، ما كانش مثلا بيحلف على البيت الهارت او البيت السامبوكسة، كان بقى طلاق باين مثلا. وبعدين ينادي المعلم يقول له يا معلم الواد ده حرام، عليا الطلاق يا معلم، عليا الطلاق يا معلم. يعني هو كده طلق المعلم وبيحلف على المعلم بالطلاق ليه؟ يقعدوا بقى يحلفوا يحلفوا يحلفوا، والحكايه مش سهله، ده انتوا بتلعبوا كوتشينه، تحلف ليه حضرتك؟ يعني الموضوع سهل خالص، مش محتاج ان انت تحلف. تشوفوا الحلفان بقى منتشر منتشر قوي، تقعد مع واحد بتاكل معاه في مطعم، يقوم ماسك الرغيف مفرتكه، اه والله، عشان يحلف ونصدقه، يفرتك الرغيف يعجنه، يقوم ماسك الرغيف كده لقفه يقول له عليا النعمة ولا اتقطع زي الرغيف ده، عامل الرغيف فتة دمره. ولو التاني مش مصدقه ممكن يخلص العيش اللي على الترابيزة، يمسك يقول له يا جدع ان شاء الله تدغدغ وتعجن زي الرغيف ده وتشقي نصين زي الرغيف ده. طب هتغمسه بايه يا اخوانا؟ يعني انت هتقعد تحلف تبوظ لنا الترابيزه؟ خلص الاكل وخد وروح اقعد على القهوه، هتطلب اتنين شاي مش هتلحق تشرب الكوبايه حضرتك، هيكمل حلفان، يقوم ماسك كوبايه الشاي لاقفها يقول لك طب والنعمه دي ولا دم الزيل زيها، ووب لقفلك نص الكوبايه على الترابيزه. الله في ايه يا عم؟ يقول لك الله انت مش مصدقني، طب والنعمه دي الحق الكوبايه، هيحلف عليها يخلصها، فصدقه بسرعه، عشان الراجل ده لما بيحلف ومحدش يصدقه بيزعل بيتشائم. وانا لو منك لما تقابل النوعيه دي وتقعد معاه القهوه، يجي القهوجي يقول له تشربوا ايه؟ قول له هات له كوبايتين، كوبايه هشربها وكوبايه يحلف عليها، عشان تلحق انت تشرب حاجتك. يعني الورطه بقى في موضوع الحلفان ان ممكن تتحط في موقف يجي لك اتنين من اللي غاويين يحلفوا، واحد يشهدك والتاني بيشهدك على نفس الموضوع، والاتنين بيحلفوا، واحد يقول لك والله العظيم انا مغلطان في الموضوع ده، والتاني يقول لك عليا النعمه من نعمه ربي انا مغلطان في الموضوع ده، واحكم بينا، والاتنين حلفوا، ايه الورطه دي؟ انا لو منك اعمل زيهم، رايح دماغك، قول لهم وحياه ربنا انا ما فاهم منكم حاجه،